السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا طلاب الفرع الصناعي تخصص الكهرباء استعمال دفعة 2004. يعطيكم العافية جميعا على الجهود المبذولة في الأيام اللي راحت على امتحاناتكم، وخصوصا امتحانات التخصص، وإن شاء الله تتكلل هاي الجهود بإذن الله تعالى بالنجاح والتفوق للجميع بإذن الله. راح أحكي بهذا الفيديو إن شاء الله عن موضوع لف المحركات بناء على طلب عدة طلاب بيحكوا لي إنه بيخربطوا بموضوع اللف، ولو إنه موضوع بسيط، وأتوقع الكثير منكم شافوا إنه موضوع اللف بسيط، وحركز على هاي الفكرة. اللي شايف موضوع اللف بسيط لا يحضر هذا الفيديو، ومش راح يفيده لأنه فعليا مخلص، فيروح يحل أسئلة المكثف على موضوع اللف أفضل. طيب راح أحكي أو راح أشرح موضوع اللف، وركز أكثر شيء على الأنواع اللي بتيجي في الوزارة. هسا في عندنا احنا موضوع اللف موجود في الوحدة الأولى والوحدة الثانية. في الوحدة الأولى بنحكي بلف ماتور واحد فاز، والوحدة الثانية ثلاث فاز. في الوحدة الأولى بس عندي حالة واحدة ماتور واحد فاز وبس، ما عندي أي حالة ثانية، ما عندي عدد مجموعات نصف عدد أقطاب، ما عندي الخطوة اللف عدد عشري مثلا وعدد كسري، كل هاي الأشياء ما عندي، الأنواع الخمسة اللي شفناها بالثلاث فاز. ففي الواحد فاز عندنا، خلينا نأخذ القوانين سريعا للف المحركات للواحد فاز. طيب إذا كان سؤال لف، أنا قاعد بدي أشرح لك كيف تتعامل مع سؤال لف في الامتحان، يعني ما بدي أشرح لك موضوع اللف كامل، تمام؟ ولو أنه حنشرحه طبعا، بس الفكرة أنه قصدي أنا بدي أركز كيف تتعامل مع سؤال اللف. طيب لأنه فعليا في طلاب كثير بيتعامل مع سؤال اللف كجسم واحد، يعني معاك سؤال اللف بدك تحسه بخطوة اللف وعدد ملفات وعدد ملفات لكل مجموعة وزاوية كهربائية بعدين مسافة. في طلاب لازم يمشوا بهاي الخطوات. طب هو بلشي مثلا بس طالب مني زاوية كهربائية، ليش أمشي بخطوة اللف وهي الأشياء؟ فهمت علي؟ فأول شيء سؤال لف بدي أحدد أول شيء إذا كان واحد فاز أو ثلاث فاز، تمام؟ وغالبا الواحد فاز بيكون في بداية الامتحان، والثلاث فاز بيكون بالورقة الثانية بالوسط يعني. طيب فأول شيء بقول لي محرك أحاد الطور، معطيني عنه معطيات. دائما لما أقرأ السؤال على موضوع اللف بدي أفرغ محتوياته، تمام؟ فبدي أروح أقول مثلا الماتور أول شيء بدي أخذه إيش؟ عدد المجاري، بدي أشوف عدد المجاري، تمام؟ لو واحد فيكم مش فاهم موضوع اللف من قبل، تمام، بيقدر ياخذ يعني موضوع اللف من هاي الحصة، ما في أي مشكلة، بيقدر يفهمه من هاي الحصة، تمام، ولو إنه مش فهم معمق. الفهم اللي حيكون هون هو فهم عشان تجيب علامة بالامتحان، مش فهم عشان اللف. الفهم عشان اللف مشروح بالتفصيل في الحصص، تقريبا مشروح ممكن لف الماتورات الواحد فاز توقع بثلاث أربع ساعات مشروح، والثلاث فاز برضه نفس الشيء، لكن أنا حفهمك كيف تتعامل مع سؤال لف في الامتحان وتجيب علامته، هاي الفكرة. طيب فانت بدك اول شيء عدد المجاري، بتروح على السؤال وتشوف كم عدد مجاري معطيني، مثلا قايل لي 18 24 36، هاي الارقام الشائعه 48 وهكذا، تمام. بروح بشوف برضه عدد الاقطاب، عدد اقطاب الماتور، اوكي. الان بما انه واحد فاز بتطلع على هذول عدد مجاري وعدد اقطاب، طيب تمام. وغالبا الماتور الواحد فاز بيكون نوع اللف او نوعيه اللف. نوعيه اللف، شو هي نوعيه اللف؟ كم طبقه يعني، تمام. غالبا بيكون طبقه، او خلينا نقول بمادتنا طبقه واحده، ممكن يكون طبقتين واحد فاز عادي، بس فعليا بالماده اللي احنا ماخذينها بس طبقه واحده، لا معطيني سرعتين ولا معطيني واحد فاز دلندر ولا معطيني شيء. الدلندر شايل الثلاث فاز بس، فالواحد فاز حاله واحده بس، ونوعية اللف دائما طبقة واحدة. طيب شباب، دائما لما يكون عندك هاي المعطيات موجودة في السؤال، فبروح بالطلب أقول بما أنه عدد المجاري رقم معين مثلا 18 أو 24 أو أو أو، تمام، ونوعية اللف طبقة واحدة، معناته دائما عدد الملفات في هاي الأسئلة كم بيساوي نص المجاري، هاي دائما، تمام. عدد ملفات مين هاي، تشغيل ولا بدء؟ الكليه، كل اللي بده ينحط في الماتور الكليه، اوكي. لو مثلا سالني قال لي عدد مجاري ماتور 24 كم عدد ملفاته، عادي سؤال بسيط جدا ومباشر، تمام، فمش انا اتدرب على الصعب وانسى السهل، لا. فعدد ملفاته نص عدد المجاري، نص ال 24، اذا 12 ملف.
إذا النص مثلا ضرب 24 بيساوي 12 ملف. هاي ملف مين هذول؟ تشغيل ولا بدء؟ هذول كلية، تمام؟ هذول كل الملفات، هاي كل الملفات. طيب تمام، أنت بتعرف كطالب كهرباء أنه عندك في ماتور الواحد فاز، لسه بالواحد فاز إحنا، تمام؟ إحنا لسه بالواحد فاز وبعدنا بنقرأ بالسؤال، لسه ما حلينا شيء، ما شفنا خطوة تلف، ما شفنا مثلا زاوية، كل هاي ما شفناش لسه. طيب فالآن طلعنا عدد الملفات الكلية، أنت بتعرف كطالب كهرباء أنه عندك من هاي الملفات نوعين ملفات، في منهم تشغيل وفي منهم إيش؟ البدء. التشغيل اللي هي مين؟ الحركة. طيب الآن التشغيل ممكن طبعا اللي هي الحركة ممكن يعطيك نسبة، يقول لك مثلا التشغيل ثلثين الملفات، فبروح بجيب 12 ضرب ثلثين، فبقول جد عدد ملفات التشغيل مثلا بقول 12 هاي ضرب 2 على 3 بطلع 8 ملفات مثلا. البدء قايل لك بما انه هذول ثلثين معناته هون كم؟ ثلث، صح؟ 12 ضرب ثلث بيساوي 4 ملفات بس، وبما انه اصلا هم 12 راح منهم 8 ضل 4 بس، هي الفكرة. وهذول برضه اجى عليهم اسئلة، فلحد هسه شو ممكن يجي سؤال؟ اول شيء عدد مجاري معطيني اياه يقول لي جد عدد ملفات كلية، فهمناها. طيب اذا معي عدد ملفات كلية وقال لي جد عدد ملفات تشغيل، عدد ملفات كلية من وين جبناها؟ جبناها نص عدد المجاري، تمام؟ وغالبا بعطيك اياها، يعني هو بيكون قدم لك هدايا اصلا بالامتحان، بيكون قايل لك عدد ملفات 12 تفكرش، خلص المجاري 24 ملفات 12، واذا ما قال لك بيقول لك الطبقة واحدة، فخلص دائما عدد ملفات كلية نص عدد المجاري. طيب ودائما بالواحد فاز طبقة واحدة، ما شفنا طبقتين بالواحد فاز. اوكي بعدين بنطلع عدد التشغيل وعدد البدء، كيف؟ حسب النسبة اللي بعطيك اياها، معطيك ثلثين بتروح بتحل على ثلثين بثلث، معطيك نص بنص بتروح بتحل، مش معطيك اشي من مرة، دو ما قاليش نسبة هذا الملفات التشغيل الى البدء كذا كذا، قال لي بس اذا معك 12 ملف، تمام؟ قال لي جد التشغيل والبدء منهم، مش معطيني نسبة، مش قايل لك سمهم بالنص ولا اشي. شو بساوي؟ الديفولت تبعي الاشي الطبيعي تبعي انه ثلثين بثلث، ثلثين تشغيل حيكونوا ثمانية وثلث اربعة اللي هو هذول بدء، تمام؟ هذا الاشي اللي دائما بيكون، يعني احنا متفقين انه دائما ملفات الماتور ثلثين تشغيل وثلث بدء، الا اذا هو قال لي نص بنص، تمام؟ طيب لحد الآن احنا شفنا كيف نطلع عدد الملفات الكلية، بعدين شفنا تشغيل، بعدين شفنا بدء. الآن كل ملفات التشغيل كلهم مجموعة واحدة، يعني إذا طلع عندك هون ثمانية إذا راح أجيب الثمانية إذا راح أحطهم مجموعة واحدة وخلاص يعطيني العافية؟ لا طبعًا، عدد ملفات التشغيل هاي لازم تتوزع، تتوزع على إيش؟ على مجموعات، صح؟ فهسه خلينا نشيلها كونه عرفنا شلون نطلع عدد ملفات التشغيل والبدء من عدد المجاري، تمام؟ فهسا احنا بنشوف عدد ملفات التشغيل والبدء هذول شلون بدنا نقسمهم على المجموعات. طيب لاحظ كل شيء، كل شيء راح اطلعه بس من عندي من عدد مجاري وعدد اقطاب وكلمه انه جاي لي طبقه، بس كل شيء راح احله بس من هذول، فكافي انه يعطيك اقطاب ومجاري وبس، بيحكي لك انه طبقه الباقي من عندك، تمام؟ فطلعنا انه 12 ملف من مين؟ من انه 24 مجرى، هذا اول شيء. بعدين طلعنا انه 8 ب 4 من مين؟ هو قايل لي ثلثين بثلث، او مش قايل لي، خلص بطلع ثلثين بثلث الا اذا قايل لي هو نص بنص. فهسه بدي اطلع عدد الملفات لكل مجموعه. القانون بيقول لي ملفات لكل مجموعه شلون بدك توزعهم؟ طيب عدد الملفات هذا نفسه عرفناه شلون طلع 8 ثلثين ل 12، صح؟ طيب إذا قال لي ملفات التشغيل لكل مجموعة، يعني كل مجموعة تشغيل كم ملف فيها؟ بقول الثمانية هاي بدي اقسمها على عدد، شو هذا العدد؟ بده يكون عدد الأقطاب، مثلاً قايل لي عدد الأقطاب أربعة، فبروح بقول هون ثمانية على أربعة بيساوي اثنين، شو معنات هاي الاثنين؟ هاي معناتها عدد ملفات المجموعة من التشغيل. طيب أنت عندك ثمان ملفات، وكل مجموعة فيها اثنين، معناته كم مجموعة عندك؟ بالنهاية أربع مجموعات، وهون عدد مجموعات يساوي عدد الأقطاب. تمام؟ كيف عرفت؟ انت عندك هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين، لان انت قلت لي هون ملفات تشغيل لكل مجموعه اثنين، فكم اثنين عندك؟ اربع اثنينات، معناته اربع مجموعات، اربع مجموعات. وبالواحد فاز دائما اريحك، بالواحد فاز دائما عدد الاقطاب كذا بيساوي برضو عدد المجموعات بالواحد فاز. طيب هاي عدد ملفات تشغيل لكل مجموعه، طب عدد ملفات البدء لكل مجموعه شو بفرق؟ نفس الشيء، شو بتساوي؟ كم ملف كلهم؟ أربعة على عدد الأقطاب هون أربعة. لاحظ هون عدد ملفات تشغيل لكل مجموعة
تقسم على عدد الأقطاب، تقسم على عدد الأقطاب. ليش؟ لأنه الواحد فاز دائما عدد الأقطاب هي نفس عدد المجموعات، وأنت بدك تقسم. كأني بقول لك، كأني بسألك بقول لك، عندك 10 طلاب وعندك صفين، صح؟ 10 طلاب على صفين، كل صف فيه 5، هي هي بس. فأنت بدك عدد ملفات تشغيل لكل مجموعة، عدد ملفات تشغيل كلهم 8، عدد المجموعات 4. مين قال لك إنه عدد المجموعات 4؟ لأنه عدد المجموعات هون يساوي عدد الأقطاب. الواحد فاز دائما عدد المجموعات يساوي عدد الأقطاب، تمام؟ طيب هون 4 4 يساوي 1، معناته كل مجموعة فيها 1، معناته كم مجموعة هم؟ 4 برضو. ولاحظ دائما عدد ملفات، عدد مجموعات التشغيل نفس عدد ملفات البداية، يعني ممنوع يطلع معي 4 مجموعات تشغيل ومجموعتين بداية مثلا، لازم قد بعض كعدد مجموعات. فهسه هون بكون طلع معي عدد ملفات لكل مجموعة للتشغيل 2، عدد ملفات لكل مجموعة بالبداية 1. ممكن السؤال لحد الآن يسألني، بعد ما سألني عدد ملفات كلية وسألني عدد ملفات البدء لحال وعدد ملفات تشغيل لحال، وسألني هاي شفنا هون تشغيل لحال والبدء لحال، بعدين راح يسألني تشغيل لكل مجموعة. هسه شيء ثاني، تشغيل لكل مجموعة معناه تشغيل على عدد أقطاب، تشغيل 8 على 4 إذن 2، تمام؟ مش راح أحط له 2، 8 سوري، 8 هذول تشغيل كلهم مش التشغيل لكل مجموعة. طيب ولو سألني عدد ملفات البدء لكل مجموعة، بقول عدد ملفات البدء كلهم 4، عدد مجموعات 4. ليش؟ لأن عدد مجموعات يساوي عدد الأقطاب، أجين كل شيء قاعد يتكرر، 4 على 4 بيساوي إيش؟ 1. طيب هاي لحد الآن شو ممكن يسألني؟ أرجع عيد، ملفات كلية طلعهم، ملفات بدء لحالهم، ملفات تشغيل لحالهم، عدد ملفات البدء لكل مجموعة، عدد ملفات تشغيل لكل مجموعة. لحد الآن هذول إحنا حاسبينهم. طيب نحسب شيء بسيط، شو رأيكم؟ خطوة اللف، تمام؟ في عندنا في الواحد فاز عندنا إشي اسمه خطوة اللف وخطوة اللف القطبية. في الواحد فاز الثنتين نفس الشيء، خطوة اللف هي نفسها خطوة اللف القطبية، تمام؟ هاي بالواحد فاز. شو قانونها؟ بسيط جدا، مجاري على أقطاب. كم مجرى عندك؟ 24. كم قطب؟ 4 يساوي 6. خطوة اللف عندك كم؟ 6. خطوة اللف القطبية طيب أيضا 6. بالواحد فاز بيساوي بعض، يعني بسؤال الواحد فاز لو قال لي خطوة لف لحالة أو خطوة لف قطبية ما فرقت معي، بالثلاث فاز في فرق، تمام؟ خلونا الآن بس بالواحد فاز. لحد الآن إحنا قاعدين بنحل بسؤال الواحد فاز ونشوف كل الأنماط اللي ممكن تيجي كسؤال، شفنا عدة أشياء ممكن يطلبها. طيب فخطوة اللف هي نفسها خطوة اللف القطبية مجاري أقطاب. لو قلنا مثلا 24 على قطبين، بقول 24 على 2 بيساوي خطوة اللف هون كم؟ 12. هاي لو كانت ايش؟ عدد الأقطاب 2. طيب شو كمان ممكن يطلب مني؟ الآن شفنا لحد الآن، أرجع عيد، ملفات كلية، ملفات بدء، ملفات تشغيل، كل واحد منهم لكل مجموعة، وشفنا خطوة اللف. خلونا نشوف ايش؟ الزاوية الكهربائية. طيب ليش بطلع الزاوية؟ قبل ما طلع الزاوية، هسا انت حطيت ملفات التشغيل هون، هاي U1 بلشت فيها من مجرى رقم 1، حطيت المجموعة وحطيت المجموعة الثانية الثالثة الرابعة، شلون توصلهم مع بعض؟ عدد المجموعات كم هون؟ 4. عدد الأقطاب 4، السؤال قايل لي صح؟ لما يكونوا قد بعض بوصل النهاية مع نهاية. البداية خلص طنش، هاي U1 ما بقرب عليها، بوصل النهاية مع نهاية، بداية مع بداية، نهاية مع نهاية، هاي U2. طيب زد 1 وين ابلش فيها؟ ملفات البدء وين ابلش فيها؟ خلينا نجيب لون. زد 1 وين ابلش فيها مثلا؟ بمجرى رقم 2 هون مثلا اكمل؟ لا طبعا، في شيء بدنا نحسبه اسمه ايش؟ المسافة بين بدايات التشغيل والبدء، إذا المسافة بين U1 ومين؟ زد 1. حلو؟ فهسا بقول مسافة بين U1 وزد 1 كم؟ بدي أطلعها. إذا بدك تطلع المسافة بقول لك قانون المسافة بتساوي اللهم صل على سيدنا محمد، هون 90 على رقم اللي هو هذا الرقم مين؟ الزاوية الكهربائية للمجرى. ولاحظ هون كم؟ 90 اللي هي الزاوية ما بين ملفات البدء وملفات التشغيل. طيب الزاوية الكهربائية للمجرى شو قانونها؟ قانونها بسيط جدا، 180 ضرب بي على ام، 180 عدد الأقطاب على عدد المجاري. طيب فهسه المسافة لازم حتى تحسب مسافة بين U1 وزد 1 تحسب بخطوتين، لازم تمشي بخطوتين. الخطوة الأولى نطلع الزاوية الكهربائية، بعدين نحط الزاوية الكهربائية بالمقام ونقسم 90 على الزاوية، تمام؟ فدائما أنت خلي ببالك عشان نحسب الزاوية المسافة، سوري المسافة، أول شيء بدك تحسب الزاوية طبعا للواحد فاز، اثنين بدك تجيب 90 وتقسمها على الزاوية. شو قانون الزاوية؟
هيو 180 بي ام. هل ممكن يطلب مني الزاويه الكهربائيه مباشره؟ عادي وجدت كثر اكثر من مره. ممكن يقول لي معك ماتور 1 فاز 24 مجرى عدد اخطاب 2 جد زاويه كهربائيه له، بس في داعي يعطيني طبقه ولا طبقتين ولا فيش داعي، تمام؟ فيش داعي يعطيني نوعيه اللف المقصود. ففعليا هون بقدر اطلع كل شيء بس من مجاري واقطاب، صح؟ طيب هسه انت طلعت ايش الزاويه الكهربائيه للمجرى. طب اذا بدهم مسافه، مجرد مسافه بقول 90 على الزاويه اللي انت طلعتها. وشباب تنساش اذا بدك مسافه لازم تمشي بخطوتين، اذا طلعت مسافه من خطوه واحده حلك غلط، لازم تمشي بالخطوتين هذول. اذا بدك مسافه لازم تطلع زاويه، تمام؟ طب طلعت زاويه خلصت جبت المسافه، لا بقول 90 على الزاويه، واضح؟ يعني مثلا طلعنا الزاويه 30 مثلا، فبقول 90 على 30 درجة بتساوي 90 درجة، 30 درجة بعطيك كم؟ 3. إذا المسافة ما بين U1 و Z1 كم؟ 3. هل بعني هذا الإشي إنه Z1 راح ينحط في المجرى رقم 3 وبلش؟ لا، المسافة بيناتهم 3. لو قلت لك واحد وأخوه، تمام؟ بيناتهم 3 سنوات، واحد عمره سنة، الثاني كم عمره؟ 3؟ لا، الثاني حيكون 1 زائد 3، إذا عمره 4 سنوات، تمام؟ فهون اذا بدك باي مجرى راح نحط ملفات البدء، بقول ملفات التشغيل في مجرى رقم 1، زد 1 حتكون في مجرى رقم 1 زائد المسافه، يعني 4. اوكي، ممكن يسالني جد الزاويه لحالها عادي، ممكن يسالني جد المسافه فقط لحالها عادي، ممكن يسالني في اي مجرى راح احط ملفات البدء، بقول له في 1 زائد المسافه اللي هي ايش؟ 4. هاي 1 دائما ثابته. ليش 1 دائما ثابته؟ لانه يو 1 فرضناها في 1، تمام؟ لو فرضنا U1 في مجرى ثاني مثلا يعني 5 6 بحط 6 زائد، بس احنا دائما نفرض انه U1 في 1 فنحفظها، U1 دائما في المجرى الاول، فمن هون نحسب المجرى الاول زائد المسافه، المسافه 5 مثلا بقول 1 زائد 5 بتساوي 6، اذا في المجرى رقم 6 راح نبلش ملفات البدء. وهيك نكون خلصنا سؤال لف المحركات الواحد فاز. شفت هذا الشرح كله؟ السؤال مستحيل يطلع عن هذا الشيء اللي شفناه بالواحد فاز، سواء يسألك عن ملفات كلية، يسألك عن ملفات تشغيل أو البدء، وكل هذول تكرروا سنوات. ملفات التشغيل أو البدء مقسمين على المجموعات، يسألني عن خطوة اللف أو خطوة اللف القطبية قلنا واحدة، نفس الإشي، نفس بعض في الواحد فاز. قلنا ممكن يسألني عن المسافة، المسافة بطلعها من الزاوية، ممكن يسألني عن الزاوية لحالها، ممكن يسألني بأي مجرى حبلش ملفات البدء. هيك بتكون أنت إن شاء الله أنه ضمنت تقريباً 20 علامة على موضوع لف الماتورات الواحد فاز. خلونا ننتقل للثلاث فاز. طيب بخصوص الثلاث فاز عندنا 5 حالات، الحالات كلهم تكرار لبعض وبسيطين جدا، وممكن تلاقي اختلاف بين واحد والثاني بس اختلاف بسيط جدا، والقوانين انت شوف جمع وطرح وقسم وضرب، ما في عندنا القوانين الصعبة مثلا او قوانين كثيرة، اصلا ما في عندنا قوانين كثيرة. فنيجي لموضوع لف ماتورات ثلاث فاز. عندنا في لف الماتورات ثلاث فاز، هسا بنقول هاي لف ثلاث فاز، هاي بتيجي بالصفحة الثانية. فالان باجي بتطلع بالنسبة للواحد فاز، شفنا شو ممكن يكون معي، معي عدد ملف سوري ممكن يكون معي عدد مجاري وعدد اقطاب، وممكن يقول لي طبقة فبطلع عدد ملفات كلية، ممكن يقول لي عدد ملفات كلية مباشرة 12، تمام؟ هسه باللف ثلاث فاز لا، بدي اطلع واعرف اني بأي نوع بالضبط اني وين موجود حتى اعرف ابلش. وغالبا غالبا 9 خلينا نقول 90، بدي اقول 99، تمام؟ 90% راح نكون احنا بالاول او الثاني. خلينا نشوف شو هم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس برضه. طيب الاول يقول لي احنا راح نرمز هسه الماتور شو بتكون من ملفات، هاي الملفات بتكون على شكل مجموعات، ومن المجموعات بنطلع عدد الاقطاب، صح؟ لما نوصل المجموعات مع بعض نحصل على عدد الاقطاب. طيب راح نرمز لبي اللي هو عدد اقطاب، وجي اللي هي مجموعات الماتور، طبعا ام اللي هي المجاري، تمام؟ فنلاحظ هون شباب اول حاله، الحاله الاولى بيقول لي عدد المجموعات يساوي عدد الاقطاب، تمام؟ السؤال يكون موضح انه عدد المجموعات يكون يساوي عدد الاقطاب، تمام؟ الحاله الثانيه عدد المجموعات نصف عدد الاقطاب، عدد المجموعات نصف عدد الاقطاب، تمام؟ هذول اكثر شيء بيتكرروا. هل بيكون مخبي سر مثلا؟ لا، واضح عدد مجموعات نصف عدد الاقطاب بكون قايل لي بالسؤال مباشرة، عدد مجموعات يساوي عدد الاقطاب برضه بكون قايل لي بالسؤال مباشرة. طيب خلونا من هذول الثلاث انواع وخلونا نشوف هذول النوعين بعدين نرجع لهذول الثلاث، تمام؟ عشان ما ننعجق يعني ناخذ اكثر من نوع مع بعض. لا نمشي باثنين اول شيء، فنيجي على الاول. هذا الاول شايفه هو كوبي بيست من الواحد فاز نفسه، لما يكون عندي عدد المجموعات يساوي عدد الاقطاب
ثلاث فاز نفس الشيء فعليا. طيب فاول شيء مثلا شو ممكن يعطيني؟ عدد المجاري تمام، وعدد الاقطاب، وشو كمان ممكن يعطيني؟ طبقه او طبقتين اللي هي نوعيه اللف، وهون ضروري يعطيني نوعيه اللف لانه بالثلاث فاز بالكتاب نفسه حاط لك طبقه وحاط لك طبقتين، فضروري يكون قايل لي هون طبقه او طبقتين. وغالبا تمام بهاي النوعيه لما يكون عدد الاقطاب يساوي عدد المجموعات مثل مثال الكتاب كان نوع اللف او نوعيه اللف ايش؟ طبقه واحده. طيب نجي نشوف شو هم نطلع. خبرين التسلسل اللي شفناه قبل شوي، ارجع اكتب لكم هذا التسلسل عشان ما ننسى. بلشنا اول شيء ملفات كليه، طلعنا عدد ملفات كليه، بعدين ملفات تشغيل، وبنفس الوقت ملفات بدء، بعدين كل واحد من هذول عدد مجموعات، يعني تشغيل لكل مجموعه، بدء لكل مجموعه، بعدين طلعنا نجي نكمل نجيب خطوان، طلعنا خطوة اللف اللي هي نفسها خطوة اللف القطبية وين؟ في الواحد فاز تمام؟ بعدين طلعنا الزاوية الكهربائية، بعدين قلنا التسعين على الزاوية مين بتطلع معي؟ هاي التسعين على الزاوية مين هي؟ مسافة بين مين ومين؟ بين U1 و Z1، وقلنا U1 دائما في المجرى رقم واحد وزد 1 في المجرى رقم 1 زائد هاي المسافة تمام؟ هذا التسلسل اللو... للواحد فاز. خلينا نتأكد انه ظاهر معك على اللغة او بالتصوير 100% واضح. طيب فهسا نيجي للثلاث فاز. الثلاث فاز بقول لي معك عدد مجاري اقطاب نوعية لف. طيب شو بدي بلش؟ نفس التسلسل، عدد ملفات كلية نفس الاشي، عدد ملفات كلية هون بنقول اما طبقة او طبقتين حسب شو معطيني تمام. طيب اذا طبقه قلت لك نص عدد المجاري قبل شوي شفناه نص المجاري صح. طيب اذا طبقتين قد عدد المجاري؟ نفس عدد المجاري تمام. هون مثلا قال لي طبقه، نخلينا نفس الارقام قبل شوي، طبقه عدد مجاري 24 وعدد الاقطاب 4. يلا خلينا نشوف طبقه معناته عدد الملفات الكليه كم؟ 12. طيب شو هذول؟ هذول كليات، كلية هذول عدد الملفات الكلية، يعني ما في عندي واحد كل هنا هذول كلهم لفاز واحد، لا هذول كلية. طيب احنا عارفين انه الماتور هون ثلاث فاز، احنا بلشنا بايش؟ لف ثلاث فاز. بما انه ثلاث فاز معناته كل فاز من الثلاث هذول حياخذ عدد الملفات. طب كيف بتوزع؟ ثلث ثلثين ثلاث شو بصير؟ لا دائما توزيع متساوي، فدائما هذول 12 شو بساوي؟ بجيبهم بقسمهم على ايش؟ على ثلاث. هاي الثلاث دائما ثابتة، دائما كل فاز باخذ نسبة متساوية مع الفاز الثاني، يعني الفاز الأول قد الفاز الثاني قد الفاز الثالث، كل واحد باخذ منهم عدد الملفات قد بعض. فهون 12 3 شو بيساوي؟ 4. هاي الأربعة مين؟ هاي كل فاز بده ياخذ أربعة، هاي عدد ملفات كل فاز. طيب هسا عدد ملفات كل فاز تمام. بالنسبة لعدد ملفات كل فاز لكل مجموعة، هل الأربعة هذول كلهم مجموعة واحد يعني؟ هاي 1 2 3 4 خلاص خلصنا الفاز الأول، نجي الفاز الثاني؟ لا طبعا. نفس الشيء زي قبل شوي، التشغيل كان موجود على شكل مجموعات، هون الفازات كل واحدة على شكل مجموعة. طيب فكيف بدك تقسمهم على المجموعات؟ قبل شوي شو قسمنا؟ ما هو جي بتساوي بي، عدد مجموعات تساوي عدد الأقطاب، معناته بقول القانون حيساوي عدد ملفات، مثلا بدنا عدد ملفات الفاز لكل مجموعة. هسا مش احنا عندنا عدد ملفات الفاز 4، بدي اعرف كل مجموعة كم حيطلع لها صح؟ فبقول عدد ملفات الفاز 4، هي كنت طلعتها من هون، على عدد المجموعات كم؟ بعرفش. طيب معطين عدد الاقطاب 4، وانت عارف انه عدد الاقطاب يساوي عدد المجموعات، معناته 4 على مين؟ على 4، شو يساوي؟ 1، معناته 4 مجموعات كل واحدة مكونة من ملف واحد، بس هي هي. وبما انه عندك عدد الاقطاب يساوي عدد المجموعات، توصيل نهائي مع نهائي، بداية مع بداية، اجي اوصل بداية مع بداية؟ لا هذا خلص بتركه دائما اول واحد وبوصل من هون. تمام؟ ما بدرسك رسم او كيف توصل، بس الفكره هون انك تعرف انه دائما نوصل نهايه مع نهايه وبدايه مع بدايه لما يكون عدد الاقطاب يساوي عدد المجموعات. طيب تمام. فهون هي عدد ملفات الفاز لكل مجموعه 4 على 4. طيب نيجي هسه طلعنا ملفات كليه، ملفات تشغيل هون والبدا، ما في تشغيل وبدا بس عندنا ملفات فاز. تمام؟ فهون بالثلاث فاز ببطل تشغيل وبدا، بصيروا ملفات الفاز. شلون طلعتها؟ قسمت عدد الملفات الكلية على ثلاث، بعدين تشغيل لكل مجموعة، بدء لكل مجموعة، هون بس فاز لكل مجموعة،
فاز لكل مجموعة. أسهل لأنه مرة واحدة في الطلاب، صح؟ رقم واحد. هسا نيجي لخطوة اللف، امشي بنفس الترتيب هذا، نيجي لخطوة اللف، تمام؟ طبعا مش والله إذا بده خطوة اللف أمشي فيهم كلهم، لا، باجي على خطوة اللف أشوف شو بدي أطلع من أو شو قانونها. فخطوة اللف هون شو بتفرق عن اللي قبل؟ بالواحد فاز قد ما جار على أقطاب، بالثلاث فاز. طيب هون خطوة اللف في هاي الحالة هي نفسها خطوة اللف القطبية. طيب شباب، عشان نكون على بينة، دائما شباب خطوة اللف القطبية قانونها واحد، لأن خطوة اللف القطبية هي عدد المجاري اللي بيتشكل منها قطب واحد. وهذا ممكن يجي يعني كسؤال ضع دائرة يقول لك عدد المجاري بتكون منها قطب واحد، مين هي؟ هي خطوة اللف القطبية. طيب تمام، فهسه خطوة اللف القطبية شو قانونها؟ ثابت، قانونها مجاري على أقطاب، تمام؟ فهم بما اني بقول لك خطوة اللف هي نفسها خطوة اللف القطبية، معناته خطوة اللف مجاري على أقطاب. حلو، متى؟ بالحالة الأولى. احنا لسه مجاري عدد المجموعات تساوي عدد أقطاب، تمام؟ فعلى المثال معي 24 على ايش؟ 24 على 4 يساوي 6 مجاري. خطوة اللف طبعا تقاس بايش؟ بوحدة شو؟ المجرى، تمام؟ لأنه مرة جابوا الستة هاي كاتبين لك 6 مجاري، وفي شيء ثاني هون 6 شيء، فاحنا هون نختار ايش؟ 6 مجاري. نسيت صراحة شو اللي كان الوحدة الثانية هون، فهي تقاس بالمجاري. خطوة اللف ايش؟ 6 مجاري. ممكن يكون كاتب لك يا 6 مجموعات 6 اقطاب، بطنش 6 مجاري. طيب المهم فطلعنا خطوة اللف، نيجي للي بعدها خطوة اللف، بعدها الزاوية. طيب تمام، هون ثلاث فاز، القانون بالواحد فاز 180 بي ام، صح؟ 180 ضرب بي على ام. طيب هون ايضا القانون نفسه، عدد الزاوية هي ايش قانونها؟ توقع نسيت اكتبه بالواحد فاز، هو نفسه بالواحد فاز وبالثلاث فاز، 180 بي ام، هاي بي عدد الاقطاب وام اللي هي المجاري. عدد الاقطاب هون كم؟ 4، ف 180 ضرب 4 على 24، هاي فيها 1 هاي فيها 6، 180 على 6 فيها 30 درجة، فالزاوية الكهربائية هون 30. فهسه هاي الزاوية الكهربائية، شو بعد الزاوية؟ طلعت معي 30. هسه بدي اطلع ايش؟ هون المسافة، المسافة بين مين ومين؟ بدأوا تشغيل؟ لا، المسافة هون بين الفازات، مش أنت بلشت يو 1 هون، طب في 1 ودبليو 1 وين أبلش فيهم؟ هون هون وين أبلش فيهم؟ بطلع المسافة، المسافة وما في ترتيب هون، بس أنا قاعد بفهمك شلون تتعامل مع سؤال لف، وتشوف إذا طلب منك شغلة معينة تروح على قانونها. بس بالبداية بديك تحدد هو من أي صنف، واحد فاز ولا ثلاث فاز؟ واحد فاز حالة واحدة، ثلاث فاز، هم خمس حالات مبلشين الآن بالحالة الأولى. طيب فالمسافة شو بتساوي؟ المسافة شو بتساوي؟ القانون بيساوي كم الزاوية ما بين كل ملف وملف بالثلاث فاز؟ 120، قبل شوي كانت 90 بالواحد فاز، ف 120 على كم؟ على الزاوية. الزاوية هون كم؟ 120 على 30 بتساوي 4 مجاري. إذا المسافة ما بين بداية ملفات الفاز الأول والفاز الثاني 4، فيو 1 ببلش بواحد. ممكن يسألني في 1 وين بده يبلش؟ بقول لك في 1 ببلش في 1 زائد هاي الأربعة، كم بيطلع؟ 5. طب دبليو 1 اللي هو الفاز الثالث وين ببلش؟ بجيب هاي الخمسة زائد 4 ببلش في المجرى رقم 9، ويعطيك العافية. هاي بالنسبة للحالة الأولى. خلونا ننتقل للحالة الثانية اللي هي عدد المجاري تساوي نصف عدد الأقطاب. طيب شباب، خلونا نشوف مثال بالأرقام على الحالة رقم 2 ونمشي بالتدرج اللي شفناه قبل شوي في هاي الخطوات. طيب في الأول لازم يكون قايل لي عدد مجموعات تساوي نصف عدد الأقطاب، هاي الجملة لازم تشوفها بالسؤال، إذا شفتها بنتعامل مع السؤال بهاي الطريقة اللي راح نشوفها هسه. أول شيء ايش بدنا نطلع؟ ملفات كليه. طبعا اذا معاي مثلا معطيني السؤال بيقول لي موتور ثلاث فاز مجاريه مثلا 24، عدد الاقطاب زي قبل شوي 4 وطبقه، فبكفي هو يكون كاتب لي هذول الثلاث معلومات. الان بالنسبه للملفات الكليه كيف بنطلع ملفات كليه؟ طبقه واحده معناته عدد ملفات الكليه شو بتساوي؟ نص ضرب عدد المجاري. هذا القانون دائما، بس متى؟ لما يكون طبقه. طب اذا طبقتين خلص عدد المجاري كلهم. طيب عدد الملفات كلية شو بتساوي؟ نص ال 24 وبتساوي 12، معناته كم ملف في الماتور؟ 12.
طب كيف بتوزعوا هذول ال 12 ملف؟ بدهم يتوزعوا على 3 فاز، معناته كل فاز كم ملف حياخذ؟ 12 على الثلاث فازات صح؟ معناته هسه نيجي هاي عدد ملفات كلية، لا بدي عدد ملفات الفاز، ملفات الفاز بنطلعها ملفات، ممكن يكون قايل لي بدي بس عدد ملفات لكل فاز، شو بتساوي؟ كم ملف في الماتور؟ 12 على كم فاز عندك بالماتور؟ 3، 12 على 3 4، شو هاي الأربعة؟ هاي الأربعة عدد ملفات كل فاز بس. طيب الآن نيجي للترتيب اللي بعده، عدد ملفات الفاز لكل مجموعة، يعني الأربعة راح يتوزعوا مجموعات صح؟ صح. طيب كل مجموعة كم حتاخذ؟ بنقول القانون هون حيصير عدد ملفات الفاز لكل مجموعة. طيب الآن عدد ملفات الفاز كم؟ 4. عدد مجموعات هون قبل شوي كنا نقول عدد مجموعات نفس عدد الأقطاب، حط عدد الأقطاب مباشرة، بس هون عدد مجموعات مش عدد الأقطاب، عدد المجموعات هي عدد المجموعات نص عدد الأقطاب. طب كم عدد الأقطاب؟ 4، نص الأربعة 2، معناته كم عدد ملفات الفاز لكل مجموعة؟ 2. عادي ممكن يقول لك جد عدد ملفات الفاز أو عدد ملفات الفاز لحاله، برو بقول 12 3. طب عدد ملفات الفاز لكل مجموعة 4 2، ليش مش 4 4 زي قبل شوي؟ لأنه عدد المجموعات بطلت عدد الأقطاب، عشان هيك صارت جيم، جي بتساوي نص بي، نص بي اللي بي هون 4 أقطاب، فنص الأربعة 2 فقسمنا 2، وهذا القانون دائما نقسم على عدد المجموعات، هو فعليا كل القوانين بنقسم على عدد المجموعات، بس زمان كانت عدد المجموعات نفس عدد الأقطاب، ما كنا نحس، هون لا عدد المجموعات لا تساوي عدد الأقطاب، عشان هيك تغير الموضوع وصار عندي عدد المجموعات حصرا، ما بقدر أقول عدد الأقطاب، لأنه ما بيساوي بعض. طيب هسا ترتيب اللي بعده، شوف ملفات كلية، ملفات الفاز، ملفات الفاز لكل مجموعة، خطوة اللف، اللهم صل وسلم على محمد، هون خطوة اللف أو خطوة اللف القطبية. طيب حلو، هون خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية؟ لا. طيب شو بتساوي؟ بقول خطوة اللف في أي حالة؟ في هاي الحالة، عدد مجموعات نص عدد الأقطاب، برجع بكرر السؤال مش راح يستحي منك، راح يقول لك عدد مجموعات نص عدد الأقطاب، فلا يعني تخاف إنه مثلا متى بدي أمشي هون متى بدي أمشي هون، لا. قال لي عدد مجموعات يساوي عدد أقطاب بمشي زي قبل شوي، قال لي عدد مجموعات نص عدد أقطاب نمشي زي هيك. طيب فخطوة اللف هون لا تساوي خطوة اللف القطبية. طيب شو تساوي؟ بيقول لك تساوي خطوة اللف، تساوي خطوة اللف القطبية، بدي غلبك تجيب لي الرقم هذا شايفه وتحطه هون. شو اسم الرقم؟ طيب بديش أحط 2، بدي أجيب اسم الرقم، عدد ملفات الفاز لكل مجموعة، معناته عدد ملفات الفاز أو الطور، يعني الفاز هو نفس الطور لكل مجموعة، شفت شلون؟ فقال لك خطوة اللف شو بتساوي؟ خطوة اللف القطبية، خطوة اللف القطبية قبل شوي اتفقنا هذا ثابت دائما، خطوة اللف القطبية مجاري على أقطاب، تمام؟ مجاري على أقطاب، يعني هو فعليا لو قال لك أنت بالحالة الثانية وقال لك جد خطوة اللف القطبية، شو قانون خطوة اللف القطبية؟ مجاري على أقطاب. طب قال لي احنا بالحالة الثانية بس بدي خطوة اللف وسكت، ما قاليش قطبية، بما انه ما قاليش قطبية معناته ما بقول القانون ام على بي مباشرة، لا بقول ام على بي زائد عدد ملفات الطور لكل مجموعة، ليش؟ لانه بده خطوة اللف مش خطوة اللف القطبية، خطوة اللف القطبية دائما قانونها ثابت، مجاري على مين؟ على عدد أقطاب. طيب فهم مجاري على أقطاب 24 4 6 زائد 2 يساوي 8، معناته إذا قال لي جد خطوة اللف لماتور ثلاث فاز مجاري 24 هذه الأقطاب أربعة طبقة واحدة، خلص خطوة اللف تبعته 8. عرفنا شلون حسبناها؟ بنيجي بنقول خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية ملفات كل مجموعة، خطوة اللف القطبية سهلة مجاري أقطاب 6، خطوة ملف عدد ملفات الطور لكل مجموعة بقول عدد ملفات الماتور كلهم كم؟ 12، توزعوا الفازات صاروا 4، كل فاز لكل سوري عدد ملفات الماتور كلهم 12، توزع الفازات صاروا 4، كل فاز توزع على عدد المجموعات، عندي مجموعتين كونه عندي 4 أقطاب نصهم مجموعتين، معناته كل مجموعة بتاخذ 2، معناته بقول 6 زائد هاي الاثنين، شو بتساوي خطوة اللف هون؟ 8. سؤال ممكن يخربطك، اجى 2003 بقول لك بدي خطوة اللف القطبية، طب احنا بأي حالة ثانية؟ بس احنا فعليا ما بنسأل احنا بأي حالة، بدي خطوة لف قطبية، دائما قانونها ام على بي مجاري على أقطاب، شو ما كانت النوع أو النوعية الموجودين فيها، وهون الطريقة اللي بدنا نمشي فيها، تمام؟ لكن لما يقول لي بدي خطوة لف، لا بدي أسأل يعني بأي طريقة هون، تمام؟ أو بأي حالة موجود هون. طيب الآن نكمل خطوة لف، طلعناها الزاوية والإيش والمسافة تفرق إيش هون؟ هسه نيجي على الزاوية، الزاوية الكهربائية المجرى نفس القانون،
تمام 180 ضرب بي على ام. خلاص 180 بي كم بي؟ قال لي هون 4. 180 ضرب 4 على ام بتساوي 24. طلعت معي قبل شوي 30 درجة، وبقسم 120 على 30 درجة بيطلع معي 4 مجاري المسافة ما بين U1 و V1 و V1 و W1. إذا U1 بالمجرى رقم 1 هاي دائما، V1 بأي مجرى رقم 1 زائد كم؟ 4 زد سوري U1 V1 W1 في المجرى رقم 5 زائد 4 يساوي 9 يساوي 5. حلو شباب؟ فهيك بنكون مشينا برضو على الحالة الثانية لما يكون عدد مجموعات نصف عدد أقطاب. حنشوف الآن الثلاث حالات اللي ظلوا. طيب نيجي هسه لحالة رقم 3 مع التنويه إنه أكثر حالتين بتكرر، الحالة الأولى والثانية، تمام؟ وآخر مرة تكررت الحالة الثانية لكن بس بده خطوة لف القطبية مجال على أقطاب. طيب نيجي للحالة اللي بعديها، عدد ملفات المجموعة، ملفات المجموعة، تمام؟ عدد ملفات الفاز لكل مجموعة شو ماله؟ رقم 10. شو يعني رقم 10؟ يعني 2.5 مثلا، ملفين ونص، ثلاث ملفات ونص، وهكذا، تمام؟ المهم يطلع معك رقم 10. السؤال بالبداية بيبين معك انه جي بيساوي بي، يعني بيكون عادي قايل لك عدد مجموعات تساوي عدد اقطاب، بس وانت تحل بتكتشف انه عدد ملفات لكل مجموعة طلع معك رقم 10. يعني مثلا بلشت طلعت ملفات كلية، طلعت ملفات الفاز، وصلت هون طلع معك عدد ملفات الفاز لكل مجموعة ماله رقم 10. شو بتساوي؟ كل اشي حليناه قبل شوي في حالة رقم 1 نفسه مع تغيير شغلة واحدة بس، خطوة اللف حتتغير بس. خطوة اللف قبل شوي شو كانت بتساوي؟ خطوة اللف القطبية، صح؟ خطوة اللف القطبية متى هاي؟ هاي بالحالة رقم 1. بالحالة رقم 2 بطلت. بالحالة رقم 2 شفنا خطوة اللف القطبية زائد عدد ملفات المجموعة. طيب بس هون شو حيصير؟ خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية بلس ماينس 1، حجمها وحط راح ايش؟ 1. فهون خطوة اللف حتصير مثلا لو نفس السؤال كان 24 مجرى واربع اقطاب وطبقة مثلا. طيب فبقول هون خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية مجاري على اقطاب زائد ماينس 1، ام على بي بتساوي 24 على 4 بلس ماينس 1 بتساوي 24 على 4 6 زائد 1 7. 24 على 4 6 ناقص 1 5، معناته عندي 7 و5. لو قال لي خطوة اللف هون كم؟ بقول له خطوة اللف بتساوي 7 و5، عندي خطوتين لف. لأنه ليش؟ لأنه الرقم 10. شو هو الرقم 10؟ ملفات المجموعة، ملفات الفاز لكل مجموعة طلع معك رقم 10، معناته خطوتين لف. طيب السؤال قايل لي بدي خطوة لف واحدة، فمين بختار، السبعة ولا الخمسة؟ بالسؤال هذا دائما بده يطلع معي خطوتين لف، السبعة والخمسة. لكن انت قلت لي انه عدد ملفات المجموعة شو بتساوي؟ 2.5 مثلا، فباجي على 2.5 هاي بشيل منها النص وبجمع لها نص، يعني شو قبل 2.5؟ 2. شو بعديها؟ 3. فبقول عدد ملفات المجموعة مرة 2 مرة 3، واضح؟ فإذا سألني كم عدد ملفات المجموعة بقول له مرة 2 ومرة 3، عددين نفس خطوة اللف. طيب إذا سألك كم خطوة اللف للمجموعة اللي بتحتوي على ثلاث ملفات؟ حلو، الآن حدد لي، طب خطوة اللف كم عندي؟ 5 و7. شايف السبعة هاي بتاخذ عدد ملفات أكثر، يعني بتروح تاخذ الثلاث. شايف الخمسة هاي بتاخذ ملفات أقل، يعني خطوة اللف اللي بتكون بلس 1 زدنا لها 1، خطوة اللف القطبية زدنا له 1 صارت 7، بتاخذ عدد ملفات أكبر عشان يصير في توازن بالمجال المغناطيسي المتولد، تمام؟ خطوة اللف الأقل بتاخذ عدد ملفات أقل. اوكي، يعني مثلا لو عندي عدد مجاري بالشكل هذا مثلا، تمام، فهون مثلا بياخذ عندي ملفين، بالمقابل خطوة اللف هون حتكون اكبر لانه اخذ ايش؟ ثلاث ملفات، تمام، عشان هون مساحة المجاري اكبر، فانا بدي عدد ملفات اكثر تولد لي مجال مغناطيسي. فهي الفكرة في هاي الحالة، لكن كل شيء باقي ما تبقى نفس الاشي. يعني لو بدي عدد ملفات الكلية بقول هون 24 مجرى وطبقة 12. طب عدد ملفات كل فاز 12 على 3 4. طيب ملفات كل فاز طبعا هنا مع تغير الأرقام، تمام، يعني ممكن الأرقام هاي تفرق معك هون. فالفكرة أنه ممكن تكون أرقام ثانية غير 24 على 4 هاي، أوكي، عشان يطلع معك بالنهاية أنه عدد ملفات الفاز يطلع معي رقم 10. المهم لو شو ما كانت الأرقام هون، بس بالنهاية طلع معك هون عدد ملفات مجموعة لكل فاز، أو عدد ملفات الفاز لكل مجموعة سوري، طلع معي رقم 10 مثلا 2.5. طب لو طلع معي مثلا 4.5، فبقول 4.5 شو قبلها وشو بعدها؟
قبليها 4 وبعدها 5، معناته خطوة اللف بجمع وبطرح 1، بقول الخمس ملفات هاي بتاخذ خطوة اللف 7، والأربع ملفات بتاخذ خطوة اللف 5، ويعطيك العافية. طبعا أربع ملفات تاخذش خطوة لف 5 لأنه أربع ملفات تحتاج خطوة لف أكبر، بس المهم الفكرة أنه عدد الملفات الأكثر تاخذ خطوة اللف الأكبر، وبس هي هي. تمام، هاي بالنسبة لحالة إيش 3. صراحة ما شفت سؤال عليها من قبل بالسنوات أو أسئلة وزارية عليها. أكثر شيء بتكرر قلت لك حالة 1 وحالة 2، وإحنا هون قاعدين ما بنشرح ثلث اللف، يعني ما بنفع واحد يجي يكون مثلا خلينا نقول صفر بالموضوع يفهم موضوع اللف كامل من هون. هون ممكن يكسب أو يعرف كيف يتعامل مع سؤال لف الامتحان مباشرة، يصنف السؤال وهي القوية شفناهم، لكن كفهم كفهم لا، لازم نشوف الحصة الصراحة أو حصص المراجعة على الأقل حتى يعني نركز بموضوع نفهمه من كل جوانبه. طيب نيجي هسه للحالة اللي بعديها، حالة 1 دن وحالة 2 نفس الشيء وحالة 3 خلصناها، نيجي حالة 4. حالة 4 و 5 بيشبهوا بعض، الثنتين سرعتين تمام، الماتور ماله بلف بسرعتين. طيب السرعتين الأولانيات والثانيات، الأولانيات متناصفتين، متناصفتين شو يعني؟ يعني عدد الأقطاب بيكون متضاعف، يعني مثلا عدد الأقطاب 2 و 4 4 و 8 6 و 12 تمام، 10 و 12 لا غلط، هاي مش مش آه مش ضعف بعض، معناته لازم يكون عدد الأقطاب 2 وضعفها 4 و 8 اللي هي ضعفها 6 وضعفها 12. طيب وممكن يكون عندي سرعتين غير متناصفات، غير متناصفتين، كيف يكون عدد الأقطاب؟ أي عددين 2 و 6 مثلا، 2 و 8 لاحظ مش ضعف بعض، 4 و 10 مثلا مش ضعف بعض. طيب في الحالة الأولى هاي بنسميها إشي اسمه دالندر على اسم شخص، هاي طريقة دالندر بسموها طريقة الأقطاب المشتركة، وهاي بسموها طريقة الأقطاب المنفصلة. تمام، هاي دالندر وهاي سرعتين غير متناصفتين، ما إلها سرعة ما إلها اسم لكن بنسميها أقطاب منفصلة، هاي مالها منفصلة وهاي الأقطاب المشتركة. طيب المهم سيبنا من الاسم، شلون نحل السؤال عليهم؟ طيب مبدئيا نيجي على الاولى اللي هي دالندر. سؤال دالندر بيقول لي احنا عندنا عدد اقطاب، سيبك من هاي الغير متناصفتين، احنا بس بالمتناصفتين، عدد اقطاب 2 و4. لما اجي احل، لما يجي يقول لي عدد مجموع اللي هي خطوه اللف مثلا، مثلا خطوة اللف القطبية، خطوة اللف القطبية في أي ماتور شو بتساوي؟ مجاري على أقطاب. طيب حلو، مجاري مثلا لو قال لي الماتور 24 متر، طيب أي قطب بده أخذ؟ هل أخذ الاثنين ولا الأربعة؟ يقول لي دائما خذ عدد الأقطاب الأقل، يعني دائما هو مثلا عندي 2 و 4 بأخذ 2، عندي 6 و 12 بأخذ 6، عندي 8 و 4 بأخذ ميم الأربعة، دائما بأخذ عدد الأقطاب الأقل. فهون بهذا المثال 24 مجرى و2 و4 باخذ 2، بقول 24 على 2 12 ايش؟ مجرى، اللي هي خطوة اللف القطبية. طيب خطوة اللف شو بتساوي؟ هل خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية؟ خطوة اللف بتساوي خطوة اللف القطبية ولا لا؟ طيب هون بقول لك لا، للأسف ما بتساوي، بدك تعمل تعديل بسيط، بتحط طرح رقم. تمام تمام، طب شو هذا الرقم؟ 1 2 4 شو احط بهذا الرقم؟ وخليني اتاكد برضو انه مبين على التصوير، بلاش نتمقلب. طيب 100% مبين، فخطوه اللف بتساوي خطوه اللف القطبيه ناقص رقم. طيب خطوه اللف القطبيه هي شفناها، طب الرقم هذا شو هو؟ بقول لك بتروح بتركض على عدد مجاري. تمام، عدد مجاري مثلا قال لك بهذا الماتور 24، بقول لك بتقرا للرقم الثاني هون الموجود اللي هو الرقم بالعشرات، فباجي 24 كم رقم الثاني هون؟ 2، بتجيبه بتحطه هون وبس، يعطيك العافيه. اذا خطوه اللف شو بتساوي؟ برجع بعيد، هاي مراجعة للموضوع مش بشرح الموضوع بالتفصيل، شرح الموضوع موجود بالمراجعات تقدر ترجع له، بس هون قاعد براجع الموضوع بحيث انه يعني نحاول نكسب علامات هذا الموضوع ما نضيعش ولا شيء عليه. خطوة اللف القطبية كم؟ 12 ناقص 2 تساوي 10، خلص خطوة اللف كم؟ 10، بس هي هي. تمام، باقي ما باقي نفس الشيء، بس عدد الأقطاب بحط عدد الأقطاب الأقل، يعني مثلا قال لي جد الزاوية الكهربائية للمجرى في ماتور دالندر، بقول الزاوية بتساوي
180 بي على ام. طيب 100% 180 بي اخذ 2 ولا 4؟ قلت لك ناخذ دائما الاقل، فبنقول هون 2 على عدد ايش المجاري اللي هي هون كم 24، طلع الزاويه الكهربائيه. طب لو قال لي المسافه، بقول مسافه بتساوي هاي الزاويه حتكون في المقام، وشوف فوق محور ثلاث فاز، مودلين دار ثلاث فاز، بقول 120 درجه، ودلندر ممكن يكون بواحد فاز ثلاث فاز، لكن في كتابنا بس حكينا عن دلندر لما يكون ثلاث فاز، فانسى موضوع الواحد فاز، بس حاله واحده دلندر هون بيكون بثلاث فاز. تمام. طيب شو كمان مثلا ممكن يقول لي؟ جد عجب ملفات الكليه مثلا، ملفات الكليه. طيب هون ملفات الكليه مهمه كثير في دلندر والغير متناسقتين برضه، يعني لما يكون سرعتين الماتور، دائما شباب لما يكون سرعتين كاني قايل لك الماتور ماله طبقتين. تمام. دائما الماتور لما احكي لك انه سرعتين دائما بيكون طبقتين، معناته متى الماتور بيكون طبقتين؟ لما يكون سرعتين متناصفات ولا غير متناصفات بيكون طبقتين. طيب لما يكون طبقتين شو بيكون عدد الملفات الكليه؟ بالاصل عدد الملفات الكليه شو بيساوي؟ نص عدد المجاري لما يكون طبقه. طيب لما يكون طبقتين بده يكون نصين، يعني عدد مجاري بيكون كلهم ملني، بيكون عدد المجاري نفسهم عدد ايش؟ عدد الملفات. تمام. فعدد الملفات الكليه هون شو بتساوي؟ نفس عدد مجاري، وشو بتساوي؟ 24. معناته كم ملف عندك بماتور دلندر؟ اذا كان 24 مجرى بده يكون عندي 24 ملف. يعني مثلا قال لي محرك، ما بقول لي هو دلندر، بقول لي محرك باربع وثمان اقطاب، خلص واضح عدد الاقطاب متضاعفات، معناته هذا دلندر. طيب بقول لي عدد مجاري 36، قد كم عدد ملفات الكليه؟ عدد ملفات كلية بتساوي عدد مجاري، بتساوي 36 مباشرة. طيب عدد ملفات كلية عدد ملفات لكل فاز، بقول هاي 36 قسمها 3 أو هاي 24 قسمها 3 حسب عدد عدد المجاري. الآن عدد ملفات الفاز لكل مجموعة شو بساوي؟ عدد ملفات الفاز لكل مجموعة قانونها عادي ملفات الفاز اللي طلعتها من هون على عدد أقطاب عادي، لأنه هون عدد الأقطاب بيساوي عدد المجموعات، ما في مشكلة في دلندر عدد الأقطاب بيساوي عدد المجموعات. تمام. متى عدد الأقطاب بيساوي عدد المجموعات؟ إذا دائما أخذت عدد الأقطاب الأقل. فلما نيجي هون نعوض به، نعوض 2 ولا 4؟ لا بعوض 2. تمام. لأنه إحنا ممكن نحصل من مجموعتين على قطبين، وممكن نحصل على 4 إذا حسب التوصيل، يعني هاي مجموعتين مثلا إذا وصلت نهاية مع نهاية هيك حصلت على قطبين. طب هاي مجموعتين إذا وصلت نهاية مع بداية هيك حصلت على 4 أقطاب. تمام. فدائما هون إذا بتطلع عدد ملفات الفاز لكل مجموعة، عدد ملفات الفاز على عدد الأقطاب، وعدد الأقطاب أي أخذ الاثنين ولا الأربعة بأخذ الأقل. 6 و 12 مين بأخذ؟ الستة. دائما الحل بيكون على عدد الأقطاب الأقل. وهسا بنيجي لعند السرعتين الغير متناصفتين، بيكون نفس طريقة دلندر لكن هون فعليا نفس طريقة الطريقة الأولى، عدد مجموعات تساوي عدد الأقطاب، بس كل شيء تكرار، ولازم يقول لي أنت على أي سرعة بدك. يعني مثلا قال لي الماتور قطبين وست أقطاب، قال لي جد خطوة اللف، طبعا قال لي عدد مجموعات تساوي عدد الأقطاب، قال لي جد خطوة اللف لما يكون الماتور بيشتغل على السرعة العالية، وقال لك 24 مجرى، بقول له خطوة اللف تساوي، لأنه عدد مجاري تساوي عدد الأقطاب بتساوي خطوة اللف القطبية. تمام. سامحوني على الخط بس لاني بكتب بسرعه. المهم فخطوه لف القطبيه مجاري على اقطاب، اوكي، فبتساوي 24 على، قال لك جد لي خطوه اللف للسرعه الاعلى، خطوه اللف السرعه العاليه، مين السرعه العاليه؟ 2 قطب ولا 6 اقطاب؟ سرعه عاليه يعني اقطاب اقل، معناته على 2، 24 على 2 فيها 12 متر. تمام. اذا خطوه اللف 12 مجرى. هو كان كاتب بالخيارات لما قلت لك ممكن يكون كاتب، كان كاتب 12 مجرى و12 ملف. مين نختار؟ 12 مجرى اكيد. طيب لو قال لي بدي خطوه اللف، او خلينا نغير خطوه اللف، قال لي بدي الزاويه الكهربائيه للسرعه الاقل، الزاويه الكهربائيه سرعه اقل، معناته 180 بي على ام، ام كم هون؟ 24. هو قايل لي بالسؤال 24 مجرى، بي اخذ قايل لي 2 ولا 6، مش باخذ الاقل ولا الاعلى، حسب قايل لك للسرعه الاقل، سرعه اقل مين؟ لما يشتغل على قطبين ولا سته؟ طبعا على سته، كل ما زادت عدد الاقطاب تقل السرعه التزامنيه، طبعا بنعرف. فالسرعه الاقل اذا سته اقطاب وبس. تمام شباب؟ فهي بالنسبه للسرعتين غير متناصفات. فهيك يعني بنكون خلصنا مراجعه كل موضوع اللف بشكل سريع. دائما شباب لما تيجي تقرا سؤال اللف بدك تعرف انت
بأي حالة، تمام؟ بالواحد فاز عندنا بس حالة واحدة، بس هي الحالة الواحدة ونمشي فيها بالتدريج هذا، وبنكون 100% إن شاء الله ما حنغلط فيه. بالثلاث فاز في عندنا 5 حالات، الحالة الأولى نفس الواحد فاز بس باختلاف إنه صار ماتور 3 فاز، فبدل ما نقسم 2 بـ3 نقسم على 3 بطلع معي ملفات الفاز، ملفات الفاز نقسمها على عدد أقطاب فبتطلع معي ملفات الفاز لكل مجموعة، بعدين بطلع خطوة اللف. خطوة اللف هي نفسها خطوة اللف القطبية، متى؟ لما يكون عندي عدد الأقطاب بيساوي عدد المجموعات. طب لما يكون عندي عدد المجموعات لا يساوي عدد الأقطاب، بتبطل. شو بتصير؟ بتصير خطوة لف بتساوي خطوة لف القطبية زائد عدد ملفات المجموعة، تمام؟ بعدين يجينا لموضوع لما يكون عندي عدد ملفات، اكتشفنا وإحنا نحل عدد ملفات لكل مجموعة عدد كسري أو عدد عشري، رقم المهم معاه فاصلة، فشو بنساوي؟ بنجمع ونطرح حتى يصير عندنا خطوة لف زائد واحد وناقص واحد، وبنعطي خطوة لف الأكبر عدد ملفات الأكثر، خطوة لف الأقل عدد ملفات الأقل، وهكذا. وشوفنا موضوع السرعتين، السرعتين ممكن يكون بحالتين، يا متناصفات يا غير متناصفات. متناصفات بنسميها دلندر، دلندر تغير عندي خطوة اللف، خطوة اللف صارت عندي شو بتساوي؟ خطوة اللف القطبية ناقص رقم، الرقم هذا من وين بنروح بنجيبه؟ اللي هو العدد العشرات في عدد المجاري. طب لو عدد المجاري 36 مثلا، طلع معي خطوة اللف القطبية 12 مثلا، عدد مجاري 36 مثلا، بروح على الرقم بالعشرات 3 فبقول 12 ناقص 3 بتساوي 9، هي خطوة اللف فقط، تمام؟ بالطريقة هاي. طيب وجينا لموضوع السرعتين، السرعتين شفناها كأنه رجعنا للحالة الأولى، بس لازم يحكي لي إنه أنت حاليا بالسرعة الأعلى بالسرعة الأقل حتى نحسب. قال لي سرعة أقل، بروح بستخدم عدد الأقطاب الأعلى. قال لي سرعة أعلى، بروح بستخدم عدد الأقطاب الأقل، وهكذا. وفكرة اصلا فكرة عدد الاقطاب والتردد وهي الاشياء مع السرعة لازم تضلك حافظها، عشان الا ما يجيب لك سؤال على هذا الموضوع اللي هو قانون ان سرعة تزامنية بتساوي 120 اف على بي، تمام؟ دائما في سؤال على هذا الموضوع، بيقول لك ان تتناسب مع اف، شو التناسب؟ طردي تكونه في البسط، اذا زاد التردد بيزيد السرعة، وان تتناسب مع بي شو عكس كونه في المقام، فاذا زاد عدد الاقطاب بتقل السرعة، تمام؟ ممكن مثلا يقول لك تتناسب السرعة مع التردد مثلا طرديا، فإذا زاد التردد تقل السرعة، هاي بدك تنتبه لها، هذا غلط، صح؟ التناسب الطردي إذا زاد التردد تزداد السرعة، التناسب العكسي إذا ازداد البي عدد الأقطاب بتقل السرعة، تمام شباب؟ طيب فتكون خلصنا موضوع اللف إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن الشباب اللي سألوا عن موضوع اللف واللي كان عجبهم يكونوا فهموا الموضوع. ودائما لما يجيك سؤال اللف انت اعمل الخريطة الذهنية هاي ببالك، ولو انها خريطة معجوبة شوي بس اعمل الطريق في بالك، انت اما بتروح يمين اما يسار. يمين واحد فاز، 3 فاز، هون له 5 حالات، الحالة الاولى عدد مجموعات سوري عدد الاقطاب، الحالة الثانية عدد مجموعات نص عدد الاقطاب، فوين ما في عندي هون كلمة اقطاب بحط عدد المجموعات بدالها، تمام؟ بعدين عندي عدد عشري ملفات على كل مجموعة طلع معي عدد عشري، بعدين هذول 2 سرعتين، سرعتين متناصفتين وغير متناصفتين، هذول دلندر بحل دائما عدد الأقطاب الأقل، غير متناصفتين بحل حسب السرعة، قال لي سرعة أعلى بستخدم عدد الأقطاب أقل وبس. يعطيك ألف عافية. وركز على موضوع الواحد فاز، موضوع الواحد فاز أكيد مثل ما هو الحال نفس الحال الواحد، يعني حيجي عليها سؤالين أو 3، وبالثلاث فاز ركز على الحالتين هذول أكثر شيء، وبرضه ركز على هذول بس أكثر شيء دائما بتكرر لما جيب تساوي بي ولما جيب تساوي نص بي، تمام؟ ولو انه الحالات اللي ظلت سهلين برضه يعني ما فيها الفرق، بس انه اكثر شيء بجيبه الوزارة اول حالتين. وركز بالامتحان، اقرا السؤال كامل. في كان دكتور كان الله يذكره بالخير كان دائما يحكي لنا نام وانت بتقرا السؤال، ففعليا نام اقرا السؤال لاخر حرف موجود فيه، يعني شوف شو بده بالضبط، لانه شفت مثل ما حكيت لك ممكن يفرق مثلا لما يقول لك جد لي خطوة اللف عن خطوة اللف القطبية، فدائما اقرأ السؤال واعرف وحدد شو بده بالضبط، ولما تحدد شو بده اعرف انت بأي حالة. هذا الاشي دائما ان شاء الله بفيدك، وهذا الاشي مش بس لموضوع اللف، لأي اشي بيجيك بالامتحان دائما اقرأ السؤال كويس، وتذكر انك دارس المادة ومحضر لها كويس ان شاء الله، وبإذن الله انه يجيك يعني اسئلة من المكثف، لانه يعني صراحة حاولت اني احط أسئلة تغطي المادة كلها، ولو أنه يعني أكيد دراسة المكثف فقط ما بتكفي لدراسة المادة، ولكن إذا كنت دارس المادة وراجعتها ويعني ضمن لي هاي الأشياء بضمن لك الفل إن شاء الله، أنك تكون دارس المادة وفاهمة ومراجعها على الأقل مرة واحدة، وكنت بعد مراجعة كل وحدة تشوف المكثف، فإن شاء الله
انك باذن الله من الناس اللي حتفللوا، واتوقع انه عدد الطلاب اللي حتفلل بالعلم حتكون اكثر بكثير، لانه صراحة يعني العلم اسئلته دائما 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 مباشرة، وما بتعتمد على الطالب نفسه، يعني القصد انه ما بتعتمد على مهارة الطالب، مش بس والله معلومة انا حفظتها، لا، ما بتعتمد على مهارة، مش مثل الرسم مثلا. الرسم انت بتحتاج انك تكون مش عارف المعلومة وبتعرف تنفذ المعلومة وتطبقها وتعرف ترسم، لكن العلم سهل جدا الواحد يفلل فيه وتذكر العلم، ما في بديل عنه. البديل سوري العلم 20 علامة، خمس معدلك الثابت ما بتقدر تغيره، هذا الاشي زي اسمك، لما تنزل علامة العلم في المعدل ما بتتغير، فاحرص تمام انه تكون ان شاء الله هاي العلامة كثير عالية عشان يكون وزنها عالي كثير في معدلك وترفعه ان شاء الله تعالى. بتمنى لكم كل التوفيق. طبعا كالعادة غرفة العمليات شغالة، فأي اشي، اي استفسار، اي اشي حاب تسأل عنه، اي موضوع مش فاهمه، تواصل معي وان شاء الله بساعدك، واكيد بكل رحابة صدر معاكم لوقت الامتحانات، سواء الفصل الاول او الفصل الثاني ان شاء الله تعالى. وفي حال في الفصل الثاني بعد ما نطلع على خير من الفصل الاول، في حال عندك اي فكرة، اي موضوع مش كثير فاهمه بالمستوى الرابع، بعث لي، ما في اي مشكلة، ممكن نعمله فيديو اذا كان في مجال، ممكن اشرح لك اياه انت مباشرة. فهذا الفيديو مثلا تقريبا 3-4 طلاب سألوني او حكوا لي انه في عندهم خربطة في موضوع اللف، ويعني شافوا موضوع اللف في المراجعات مش كثير فهموه، فحبيت ان اعمل هذا الفيديو على اساس انه ان شاء الله يفيدكم. فبنشوفكم على خير ان شاء الله تعالى، اذا مش بحصة بموضوع بالمستوى الرابع بشوفكم فيس تو فيس ان شاء الله في الطلعة اللي حنحدد وقتها والمكان لاحقا ان شاء الله على الجروبات. اشوفكم على خير، بالتوفيق ان شاء الله تعالى، وفالكم الفول مارك. السلام عليكم.